Excellencies، أصحاب السعادة، للجميع بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان للحكومة المصرية حيال استضافتي وتيسيري هذا الاجتماع، اجتماع شركة عفوا اللجنة العسكرية المشتركة وفي القاهرة، وحيال دعمها الدائم والمستمر للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا. أود أيضا أن أتقدم بالشكر للجنة العسكرية المشتركة 5+5 حيال جهودها في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار والخطوات التي اتخذتها حتى الآن من أجل تفعيل خطة العمل التي وقعت في جنيف في أكتوبر 2021 تحت رعاية البعثة الأمم المتحدة المعنية بليبيا. إنني يسرني أيضا أن أرحب بمشاركتي يسرني أيضا أن أرحب بمشاركة لجان التواصل من السودان وتشاد والنيجر في هذا الاجتماع الأول الذي أحضره هنا في القاهرة، في خلال وجودي في القاهرة هنا. إن السلام والاستقرار في ليبيا يتصل اتصالا وثيقا بالسلام والاستقرار في الدول المجاورة لها، ليس فقط السودان وتشاد والنيجر، ولكن أيضا كل الدول الساحل وأيضا الأجيران المباشرين لنا بمن فيهم مصر حيث نتواجد اليوم.